بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. أثارت الفنانة نشوى مصطفى جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشفت عن بحثها عن أي عرض سينمائي أو درامي، موضحة إنها أصبحت لا تتلقى أي عروض وتشعر بالاشتياق للتمثيل. البعض توقع إن اللي كتبته نشوى بيكشف عن إفلاسها ومرورها بأزمة مالية، إلى إنها قررت الرد بشكل عنيف وكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك توضيح هام: من يومين كتبت بوست، والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أي حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتي بمراحل. البوست كان ملخصه إني عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل هيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة. وأضافت إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة، بدليل إن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم في عمرها واللي تجاوز 90 سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة في 30. المهم إنه اتفهم من البوست إني لا سمح الله محتاجة أمثل علشان محتاجة فلوس مثلا، وده عرفته من كم التليفونات اللي تلقيتها أو من كم الناس الشمتانين الكارهين واللي بيكرهوا أي حد بيقول تحيا مصر. وتابعت: وأحب أوضح لكل الناس محبين أو كارهين إني من فضل الله سبحانه وتعالى مستورة جدا، وإني متزوجة من راجل بيعولني، ومن فضل الله زوجي عنده بزنس ساترني وساتر أولادي اللي بفضل الله اتعلموا جوه مصر وسافروا كملوا دراستهم في أمريكا وألمانيا، وبفضل الله وكرمه ونعمته واجتهاد زوجي الحمد لله مستورة، وزوجي معاه جنسية أمريكية، وإنه من الممكن إننا نتنقل للعيشة في أمريكا ودخلنا من شغل يكون أعلى، بس إحنا زي السمك، السمك ما يقدرش يعيش بره المية، إحنا كمان ما نقدرش نعيش بره مصر. واستكملت وقالت: بعتذر لكل القنوات العربية والمصرية اللي كلموني علشان يستضيفوني علشان نتكلم في البوست، وبشكر إخواتي وأصدقائي المنتجين في الكويت والإمارات على عروضهم الطيبة، وفعلا الفنان فنه ملهوش حدود تقاس بالكيلومترات.